سي جودار، اولا مبروك الرئاسه، ولكن شنو السر تاع انك احتفظت بالرئاسه لمده لثلاث ولايات متتاليه، وكانت في الولايه السابقه كان يعني اكتساح العداله والتنميه وانت قدرتي تحتفظ بهذه الرئاسه؟ وفي الحقيقه انا جد فخور انني في هذه الظروف ولا الظروف السابقه اللي تكلمت عليها انني استطعت نكون رئيس للمقاطعه ديال بن مسيك، والمره الثالثه، وهذا ما جاش من فراغ، جاء من واحد العمل اللي هو متواصل ويومي، عمل ديال القرب، عمل ديال المشاريع، عمل اللي خلى المنطقه تاخذ واحد الوجه اخر، عمل اللي خلى المنطقه تبوع مواقع متقدمه في المقاطعات ديال الدار البيضاء، والدليل هو انه بين 2009 و2015 خدينا احسن مقاطعه. اذا القرب والعمل المتواصل هما سر، هو سر النجاح، والايمان بهذاك العمل اللي تنقول. وانا من طبيعتي انه وفي التعامل ديالي، ما سبق يوم انني التزمت بشي حاجه وما حققتهاش، والدليل هو انه وقت ما كان غنوصلوا للانتخابات، المنشور اللي كنديروا ديال الانتخابات تنقول ها ما المشاريع اللي قلنا غادي نديرو في هذه المده السابقه لقد حققناها، والان ها المشاريع اللي غادي نديرو، ها المشروع ديالنا. اذا كاين واحد التجاوب وكاين واحد الوفاء، واللي بادلت لنا الساكنه بالمثل، الوفاء بالوفاء هو اللي خلى المنطقه ديالنا تكون في هذا المستوى، ونعاود ناخذوا هذه المنطقه. اكثر من هذا فماشي عطاونا غير المجالس، فعطاونا لا الجهه ولا البرلمان في مرات متتاليه، وهذا افتخار وهذا تكليف فوق الاكتاف ديالنا، وحنا ديما متواجدين في المنطقه في خدمه الصالح العام. انا جد سعيد مره اخرى انه اليوم كنتوجوا بهذا اللقب اللي جمعنا احنا كاخوان داخل الاغلبيه، والهدف ديالنا وكيجمعنا شيء واحد، وهو حب هذا الوطن. حب الوطن بطبيعه الحال، حب المنطقه اللي كنتميو لها. مجموعه من المشاريع كانت اللي انطلقت في 2013 2014 2015 ولكن توقفات في هذه الولايه الاخيره، واش عندكم يعني الاراده باش تحركوا هذه المشاريع هذه؟ في الحقيقه كاع المشاريع اللي كانت في 2013 و14 و15 واللي انطلقت خرجت الواقع. فملي كنشوفوا الجرده ديال او الحديقه ديال بن مسيك هي امامكم، كتشوفوا الملعب ديال بن مسيك ها هو امامكم، كتشوفوا القاعات ها هي امامكم. كنجيو للتكوين المهني، هنا بغيت نوجه رساله بانه التعهد اللي كنا قطعنا على نفوسنا انه غتكون عندنا ليستا في بن مسيك، فليستا فتحات الابواب ديالها، وهذا نداء للشباب اللي مازال عندهم رغبه في التسجيل. فليستا في بن مسيك التسجيل لا زال مفتوحا، بالقرب من الملحقه 57 مكرر. ولكن على مستوى المسبح باقي متوقع؟ المسبح في الحقيقه هو فيه شراكه، وشراكه بيننا وبين الجهه وبين وزاره الشباب. وزاره الشباب هما اللي مكلفين بالمارشي، كان واحد التاخر، اليوم كمل المسبح موجود. كنظن بانه في الوقت اللي غادي يتحدد باش يتفتح غادي يتفتح، موجود الافتتاح.